الاستيعابية لعدد المصلين الذين سيصلون في هذا المسجد بهذه المساحة للطابق الأرضي والسدة الأولى والسدة الثانية تسع لخمسة آلاف مصلي إن شاء الله تعالى، وهذا رقم مهم وإنجاز كبير في هذه المنطقة والتي كانت تفتقر لهذا المسجد الجامع الذي يجمع جميع المصلين في مناسباتهم المختلفة، حيث أن هذا المسجد يحب المقبرة من الناحية الجنوبية، وهذا يعتبر مسجد مركزي لجميع الناس الذين يؤدون جنائزهم في هذا المسجد.